مستوياتها منذ 6 سنوات، يعني ما هي الأسباب لهذا الارتفاع بداية؟ صباح الخير. بالفعل نشهد ارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، بل إن الين الياباني بحد ذاته ينخفض مقابل أغلب العملات الرئيسية في الأسواق المالية العالمية، ووصل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، وهذا الانخفاض الكبير في الين الياباني مصدر الرئيسي توقعات بفروقات فائدة أكبر ما بين الاحتياط الفدرالي الأمريكي وبنك اليابان المركزي. من المتوقع لبنك اليابان المركزي أن يثبت سياساته النقدية التحفيزية، بل إنه من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة في مستويات السالب عند 0.1% بالسالب طوال هذه السنة على الأقل، بل من المرجح أيضا أن يقر بنك اليابان المركزي المزيد من خطط التحفيز في ظل معدلات تضخم ما زالت في اليابان ما دون 1%. لكن في المقابل بالنسبة للاحتياط الفدرالي الأمريكي بالفعل قام برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أيضا أن يستمر برفعه بالفائدة لست مرات أخرى هذه السنة، مما سيوسع الفروقات بأسعار الفائدة، مما يجعل التدفقات النقدية تتوجه للدولار الأمريكي على حساب الين الياباني، وهذا ما قد يبقي أيضا على الضعف الإجمالي للين الياباني ليرتفع الدولار الأمريكي أكثر. ربما نجد اليوم أو خلال هذا الأسبوع مستوى 120 ين للدولار الأمريكي الواحد، وربما أيضا مستويات 122 على المدى الأبعد قليلا. نعم، يعني أستاذ سركيس تحديدا فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، يعني تأثير رفع معدلات الفائدة ظهر جليا على أداء مؤشر الدولار، لكن يعني ظهر في حالة من الاستقرار في ظل أيضا يعني التداعيات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وأيضا الولايات المتحدة. إذا يعني ماذا نتوقع لأداء الدولار في الفترة القليلة المقبلة في ظل التسعير على 6 مرات كما تفضلت لأسعار الفائدة؟ الآن بالنسبة للدولار الأمريكي العديد من المتغيرات تؤثر فيه، ولو لاحظنا أيضا هنالك توقعات برفع الفائدة في بنوك مركزية حول العالم تشمل بنك إنجلترا المركزي الذي بالفعل أيضا رفع الفائدة الأسبوع الماضي 25 نقطة أساس، الاحتياط الأسترالي، الاحتياط النيوزلندي، وكذلك بنك إنجلترا مرة أخرى ربما ستتوجه أغلبها لرفع الفائدة هذه السنة، وأضيف عليها كلها أيضا بنك كندا المركزي. بالتالي البنوك المركزية في أغلبها تتوجه لتجديد السياسة النقدية، لكن الفدرالي الأمريكي بتوقعات رفع الفائدة لست مرات قد يبقى بذلك الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل سلة العملات الرئيسية على المدى المتوسط والطويل. لكن كما تفضلت في ظل التوترات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية وأي مستجدات كانت إيجابية أو سلبية متعلقة بها قد يستجيب الدولار الأمريكي لذلك، وحاليا يشهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار في انتظار بعض المستجدات المرتقبة من محادثات روسيا وأوكرانيا. وأضيف على كل ذلك بأننا اليوم ننتظر تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، وهذه التصريحات أيضا ستتكرر هذا الأسبوع، وهذا كله قد يزيد التذبذب على الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع وصولا إلى يوم الخميس الذي ننتظر فيه بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر اقتصادي غاية في الأهمية. نعم، يعني جميع هذه المعطيات تؤثر سلبا على أداء اليورو نوعا ما لاحظنا خلال تعاملات الأسابيع الماضية، وأيضا من هذه التأثيرات الجيوسياسية يعني هذه الضغوط، هل من مفر لليورو ضمن هذه الضغوط؟ الآن بالنسبة لليورو بالفعل شهد ضغوط هابطة قوية ليصل خلال هذه السنة إلى دولار وثمان سنتات أمريكية، لكن لاحظنا بعض الارتفاع الطفيف خلال الأسابيع الماضية دفعه للارتفاع إلى دولار وعشر سنتات. جاء هذا الارتفاع مع إعادة تسعير اليورو أمام الدولار الأمريكي، لأنه كان متوقعا أن يكون البنك المركزي الأوروبي غاية في التسهيل مثله مثل بنك اليابان المركزي، لكن في آخر تصريحات كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تم الإشارة إلى تجديد السياسة النقدية من خلال برامج شراء الأصول، ورغم أن البنك المركزي الأوروبي من غير المتوقع أن يرفع الفائدة قبل الربع الرابع من هذه السنة، لكنه كان أكثر تشددا مما اعتقدت الأسواق المالية سابقا مما أعاد التسعير.
وفيما يخص أيضا التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، كان اليورو قد شهد ضغوطا هائلة في بداية هذه التوترات، لكن مع تقدمنا في هذه التوترات الجيوسياسية أعاد المتداولون النظر في تأثيرها على منطقة اليورو. هنالك تأثير كبير بالفعل، لكن هذا التأثير من المتوقع أن يكون أقل مما خشي الكثيرون، خصوصا بعد أن سددت روسيا كوبونات على سندات مستحقة بحوالي 117 مليون دولار. هذا ما أطفى بعض التفاؤل في الأسواق المالية وقلل نوعا ما المخاوف ليشهد اليورو بعض الارتفاع، لكن على المدى الطويل. وإذا تحدثنا على اليورو مقابل الدولار فمن المرجح أن يبقى الاتجاه الهابط قائم حتى لو شهدنا بعض الانخفاض خلال الأيام المقبلة. نعم، يعني تحديدا أيضا في ظل هذه التوترات الجيوسياسية أستاذ سركيس، فيما يتعلق بالعملة الوطنية الروسية الروبل، يعني هل هنالك تحركات كانت أو بقي في المنطقة المتدنية مقابل الدولار، يعني أدنى مستوياته مقابل الدولار؟ الروبل الروسي بالفعل ما زال قرب مستويات متدنية جدا، لكن الجدير بالإشارة إلى أن الأسواق تأثرت بشدة في سداد روسيا للدين المترتب عليها والذي بلغ 117 مليون دولار أمريكي. الآن بالنسبة للروبل الروسي شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنحو 20%، رغم أن المستويات الحالية في 80 أو 90 روبل لكل دولار أمريكي واحد تعتبر متدنية جدا، لكننا نلاحظ أنها أفضل من المستويات التي وصلت إلى 160 أو 165 روبل للدولار الأمريكي الواحد. بشكل عام الروبل الروسي ما زال تحت ضغط. بشكل عام أيضا الروبل الروسي في مستويات منخفضة جدا، لكن وضعه هذا اليوم أفضل مما كان عليه في بداية الأسبوع الماضي، والسبب الرئيسي في ذلك هو نجاح روسيا بتسديد مستحقات على السندات. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.